السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاف لطيفان. اليوم بحول الله موعدنا مع صبري خاص بالعقيقة. بونجور تو الموند، بيانبيني سور لا شين شاف لطيفان. اكتيفي سي بو بلي سو تيتراج بور بوفوار سويف افيك نو سو صبري سبيسيال باتيم. هاد الفيديو كنت تقسمته معاك هذه السنين على القناة، الا انه ما لقاش حقه من مشاهدة الوقت اللي تحت لي فيه اليوم الفرصة. رأيت أنني نعاود هذا الفيديو بالدارجة المغربية. الهاد الصبري محاشنا 390 غرام تاع الطحين الخاص بالحلويات، 115 غرام تاع الزبدة تاع العبار، 115 غرام تاع المانغارين. أنا هنا خديت غير اللدة، أي مانغارين عندكم. 140 غرام تاع السكر سنيدة، 60 غرام تاع البيض الخليط البيض والصفر، قرصات الملحة، جوج باكيات تاع الفاني وباكية تاع الخميرة. إما باليد سيدتي أو في أي خلاط عندك غادي نعجنو هاد الصابلي. أنا غادي نخدم خلاط ثيرموميكس، غادي ندير الكمية كلها تاع الطحين، ندير البيض، نديرو البيض كامل، ملحة، سكر، خميرة. الميزة تاع الثيرموميكس هو أننا نخلطو كلشي في خطأ. وتتكون النتيجة مضمونة. ديرو سكر فاني، ونزيدو زبدة العبار والمارغرين بعد ما نقطعها طريفات. تنسدو سيداتي وتنجيو تنبرمجو 20 ثانية سرعة 6. صافي بسرعة تنحصلو على عجين الصابلي تاعنا اللي هو هذا، تيجينا مرمل. طاولة العمل تنجمعو العجين، طبيعة الحال طاولة العمل راها نقية. تجمعوه بحال هكا، ما تنزيدوش ندلكوه. ما قطعتش الفيديو باش تتبعي معايا المراحل سيداتي. صافي تنديروه في واحد بلاستيك غذائي، خليه يرتاح شويه في الثلاجه من ساعه حتى ساعه، ونبداو نخدمو به. هذا النوع تاع العجين يمكننا نحتفظو به في المجمد حتى نحتاجوه وتنوظفوه. صافي غادي نديرو في البلاستيك غذائي ونخليه يرتاح شويه عاد نطلقوه.
بعد ما تترتاح عجين الصبلي في الثلاجة مدة نص ساعة إلى ساعة، فنأخذ واحد شوية من هاد عجين الصبلي تنديروه في قلب بلاستيك غذائي وتنطلقوه بنطلق على واحد السمك تاع 3 حتى 4 ملليمتر، نقدو بحال هكا باليد تاعنا يعطينا فكرة على السمك اللي حنا باغيين، كل شيء مقاد ماشي كاين تحت الدوب. تنطلقو العجين في البلاستيك الغذائي لان فيه الزبده، الزبده فوق طاوله العمل غتبدا تطلق راسها، اذا غادي تبدا تلصق لينا. وباش ما نزيدوش ليها طحين كنديروها في بلاستيك غذائي باش نزيدوش الفائض من الطحين اللي غادي يغير لنا القوام تاعها. بعد ما نطلقو تنحلو البلاستيك الغذائي بطبيعه الحال بالمقص، تناخدو واحد المرشم من هاد الفئه، انا هنا خديت رقم 60 ونبداو نرشم. الى سيدتي وانتي تتخدمي بانت لك بان الزبده طلقات، تتخشي البلاستيك كله هذا في الثلاجه، تتشد الزبده راسها عاد خرجيها من الثلاجه وبداي تقطع. من بعد تنديروا واحد سيليكون على اللاطة اللي غتدخل الفران، تنهزو البلاستيك الغذائي بحال هكا بواحد اليد وتنبداو نحيدو في الاقراص اللي حنا قطعنا، تيكون السمك تاعهم بحال هكا 3 حتى 4 ملليمتر، لان فيها الخميره مازال غادي تطلع شويه. هذا النوع تاع الصابلي تيجي شويه غليظ لانه صابلي مازال سامعو تجين وخاص بالعقيق. هاد عجين صابلي تيمكننا نخدموها حتى لي طاخت، الطاخت بطبيعة الحال الحلوين تنحيدو الأقراص كلها اللي صوبنا، نحطوها بحال هكا متباعدة على بعضيتها. هنا فيها الخميرة غادي نزيد شوية، تنجمعو اللي تبقى لنا في العجين هنا، نزيدو منو نزيدو عليه شوية تاع عجين صابلي آخر، ونعاودو نطلقوه بنفس الطريقة. البلاستيك الغذائي كيف تشوفي معايا ضروري من البلاستيك لانه تيتلصق شويه، نطلقوه بنفس الطريقه هكا سيداتي، ونستمروا حتى نديروا العدد الاقراص اللي حنا بغينا. بعد سيداتي ما نشكلوا عدد الاقراص تاع الصابلي اللي حنا راغبين فيهم، تنديروهم اما في المجمد 3 دقائق او في الثلاجة 10 دقائق، باش منين ندخلوهم يطيبو الصابلي ما ينقش في الحجم تاعو، يبقى كيف شكلناه. تنسخنو الفران على حرارة 150 حتى 160، وندخلو الصابلي تاعنا يطيب على راحتو. غتستغرق مدة تاع 20 دقيقة تقريبا، لكن انطلاقا من ربع ساعة راقبي الفران. صابلي من هاد النوع ما تياخدش اللون، تيطيب بيج او تيبقى بيض في الشكل تاعو، تيطيب لكن بلا ما ياخد اللون. دائما مع اشكال الصابلي الخاص بالعقيقة تيمكننا نديرو الصابلي بالمراشم كيف تتشوفي معايا سيداتي، خا
خاصين بمناسبة العقيقة. عندنا الرضاعة، كسيوة، الكروسة، الحصان أو الفرس، وغنشكلو منه الصابلي كيف تشوفي معايا. تنطلقوا دائما الصابلي بين ورقتين بلاستيكيتين أو قلب ورق بلاستيكي اللي هو هذا، وعلى سمك 3 حتى 4، ونبداو نشكلو. انا هنا راه شكلت هاد المرشم تاع الفرس، ندوزو نشوفو الشكيل تاع الكسيوة باش ما يلصقش ليكم. نديرو بحال هكا في الطحين، نشوسو ونرشمو. تحسو بها هاد اللصق، ديروها في الطحين. كنهزو البلاستيك الغذائي بحال هكا نفس الطريقة، تنحيدو الرشيمة ونجيو نحطوها بحال هكا. راه في الأسواق تتواجد بحال هاد الأشكال تاع المراشم، وكاين مراشم آخرين خاصين بمناسبات كثيرة. نستمر بحال هكا، نتلاقاو ملي نكمل. بعد ما نكملو الشكيلات تاعنا كيف تشوفي معايا سيداتي، تندخلوهم اما الثلاجة 10 دقائق او المجمد 3 دقائق قبل ما ندخلوهم الفران، باش ما يتجمعوش لينا الصابلي وينقص في الحجم تاعو. تنسخنو الفران على 150 حتى 160 وندخلو الصابلي تاعنا يطيب على راحتو. تياخذ 20 دقيقة تقريبا، لكن انطلاقا من ربع ساعة ننتبهو لحقاش هاد الصابلي صغير في الحجم. ننتبهو الفران تاعنا و الشكل تاعو تيبقى بيض، تيطيب بلا ما يتحمر. بعد ما تيطيب لينا سيداتي الصابلي، تندوزو نزينوه بعجين اللوز. وعجين اللوز تكون النسبة تاعتو 30 حتى 33% من نسبة اللوز، وهو خاص بالتزيين. تلونو جزء باللون الأبيض حتى تشوفي معايا هنا لون غذائي، وجزء اخر تلونوه باللون الشيبي او حسب اللون اللي تختار العقيق. نطلقوا العجين تاع اللوز في بلاستيك غذائي باش ما نضيفوش ليه طحين. نرقوه ونقطعوه بنفس المرشم اللي رشمنا به هاد الأقراص اللي هو كالتالي. حاولوا نديروه رقيق شوية باش ما نتناولوش بزاف تاع السكر الموجود في هاد النوع تاع عجين اللوز. تنثبتوه كي بحال هكدا، هو راه مجرد تنحطوه فوق الصابلي راه تيلصق. بالنسبة للأشكال الأخرى، سنأخذ الشكل اللي اختارينا اللي عندنا ليه الصابلي تاعو، سنخشيه شوية في الطحين باش ما يلصقش لينا. نسوسو ونجيو نرشمو بحال هكذا، نعاودو نوركو شوية هنا باش ياخذ الرسم اللي كاين في المرشم، ونهزوه ونثبتوه بحال هذا الشكل. تعطينا الشكل الآتي. نفس الشيء بالنسبة
اللون الأزرق. غادي نطلقوه ناخذو العجين بعد ما تنطلقوه، تناخذو الشكل اللي حنا اختارينا، تنقطعو هنايا، تنوركو باش ناخذو الشكل تاع المرشن، نجيو نثبتوه هنايا، تنستمرو بنفس الطريقة بالنسبة للأشكال كلها. بالنسبة لهاد الأشكال تنختارو الشكل اللي عندنا، مثلا هنا عندنا الكروسة، تناخدو الكروسة تنديروها شوية في الطحين ما تلصقش لينا فيها العجين، نجيو نوركو باش نقطعو العجين، عاود نوركو هنا باش ناخدو الشكل، نهزو ونجيو نثبتوه على الكروسة، تنبقاو بحال هكا حتى تنكملو الأشكال كاملة. ناخدو هنا الشكل تاع الرضاعة، نوركو نجيو نثبتوها هنا، فالتشكيل تاعو سهل. تنحصلو على النتيجة التالية، تنخليو هاد الصابلي الخاص بالعقيقة هكا في البلاطو مدة 24 ساعة حتى يبس لينا العجين اللوز. من بعد عاد ندوزو نديروه في السيلوفان او في خنيشات بلاستيكية خاصة بهذا النوع نتاع الحلويات، تتباع عند الناس اللي تبيعوا الحلويات، و تنزينوهم حسب الذوق. صابلي العقيقة اللي شاركنا الوصفة تاعته اليوم تيجي سيدتي على هذا الشكل، هذا اللي صايبناه بالمراشم خاصة بالعقيقة، وهذا أيضا شكل آخر بنفس المراشم، زيناه اليوم بلاباط داموند، وتيمكن لك سيدتي تزينيه بلاباط دو شوكولا أو ب باتا سكر، لكن الاختيار في التزيين سيداتي، وبطبيعة الحال حتى في الألوان. إلى عجبتك سيداتي الوصفة ما تنسايش ديري تعليق، بحال ديما تنتسنى التعليق تاعك، اللايك تاعك، البارتاج تاعك في القناة قناتك بيك تتقدم القدام. شكرا على الزيارة، بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.